أنا اليوم شفت فيلم عربي عجبني كثير كثير، الذي هو الغريب للمخرج أمير فخر الدين، مخرج شاب على ما يبدو. اكتشفته هذه المرة بالمهرجان. حقيقة كنت منبهر به بهذا البحر الشعري من الجماليات، يعني وخاصة الصورة، لا أقول جماليات بل شاعرية، في شاعرية في الصورة، شيء يعني خارق للعادة بالنسبة لأفلام من هذا النوع. وخاصة ما لاحظت في فيلم الشيء الذي لفت انتباهي وأعجبني بشدة، هو أن المخرج استطاع أن يجسد الملل في دور البطولة. يعني حسينا أن الملل ضروري بالنسبة للفيلم. هكذا إخراجات، هكذا أفلام هي صعبة. يعني هي لما يكون مخرج شاب يحاول أن يتكلم عن الملل في فيلم ويجسده، فهذا رهان قد يؤدي إلى انتحار المخرج في حالة ما إذا كان شاب. ربما نرى مخرجين كبار يمكنهم أن يذهبوا إلى هذه المساحة لأن أسماءهم رامقة، والمشاهد يمكنه أن يسقط في هذا الفخ لرمق أساميهم. نعم هذا فنان ونفهمه، بس إذا كان مخرج شاب بيعمل هذا، يجسد الملل بهذه الطريقة حيث لا نمل، يعني نرى الملل ولكن لا نمل من الفيلم، نريد أن نرى أكثر وأكثر. بالحقيقة كنت أتوقع أن ينال هذا الفيلم أسد المستقبل مثلاً أو جائزة. هو فيلم يعني كثير أحببته من ضمن كل أفلام التي شاهدتها هنا بالمهرجان. قديش الإنسان ممكن يعيش بظل حدثين ثاني؟